فرح يمكن كثير بنسمع مصطلح الغذاء الصحي والاكل المفيد الصحي اللي له اثار ايجابيه، اهميه الالتزام بالغذاء الصحي، بس كلياتنا بنعرف انه الاكل طيب يعني ما فينا باشكاله وانواعه. والمائده السوريه يعني غنيه بكثير من الاكلات، بيقولوا لك لازم تتجنبها، بس الغذاء الصحي مطلوب بشكل اساسي بحياتنا اليوميه لنا ولاطفالنا، له اثار ايجابيه على صحتنا وعلى جسمنا. قديش في غذاء صحي له اثار كثير ايجابيه على بشرتنا، يمكن لانه كثير من الناس ونفسيتنا كمان، ونفسيتنا بشكل اساسي. لك مثلا بشرتك جافه لانك ما بتشربي مي مثلا، بتاكلي بهارات، بتاكلي اكل فيه زيت. اهميه الغذاء الصحي واثاره الايجابيه على حياتنا الجسديه والنفسيه مع الدكتوره سواب الغبره اخصائيه التغذيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحكم يا اهلا وسهلا. صباح الخير كل سنه انت سالمه يا رب. انت سالمه يا رب. عم نحكي عن موضوع يمكن كثير العالم بتحبه، هو بالحقيقه متعه، بس اذا بدنا نحكي عن الغذاء الصحي المتوازن، شو تعريفه اليوم؟ شو هي يمكن الفيتامينات الاوليه اللي لازم يحتوي عليها؟ هلا شوفي، نحن صرنا هلا مشكله انه نحن كثير ثقافتنا الغذائيه عاليه، لكن المشكله تطبيقنا قليل. تمام، يعني بنعرف نخصص حكي كثير يعني، وبنقعد نعطيكي بنقول لك هلا يعني شو اهم الاكلات، بس ما بنلتزم فيها بحد ذاته. يعني الاكل الصحي صار انه مربوط انت بعالم افلاطوني، وكل خس وكل جزر واشرب مي وهي فواكه، بالاخير بتطلعي عند بيع النابلسيه بتاكلي الاكل الصحي هذا المضبوط اللي بيحسن لك مزاجك. عندنا مشكله ببلادنا انه الاكل الصحي ما بنهتم بمذاقه الطيب، لذلك بتلاقي انه بيحكي دكتور التغذيه بعالم، وبيطلعوا من عن عياداتنا بتلاقيهم يا بيوم الفري يا عند بياع يعني مثلا حلويات، يا هي خلاص اتركني. اذا جسم لهلا مستلذ بهذاك الاكل، مهما حكينا عن اكل صحي واكل متوازن ما حيزبط شيء. تمام، لازم نصير الاكل الصحي واكل طيب، هي نقطة كثير مهمة يعني. هي إذا جمعناها ببلادنا وعودنا، هلا نحن عندنا يا أي بلد عندك يا له ثقافة الغذاء تبعه. صحيح. مثلا عندنا أكلات مشهورين فيها، بس تجي بتطلع على تركيبتها إذا بدك تشوفيها من قبل الصحية لا تنتمي إلى الصحة بأي مطرح. مثل؟ طيب أكلات كثيرة هلا يعني. أنا في مرة حكيت عن أكلة اسمها الشاكرية، قد إيه أكلة رائعة، أنا بحد ذاتي بحبها. أنا ما بحبها. بس هي لبن ونشا، يعني هي مثل ما بيقولوا خربان بيت على عسر الهضم تبع الجسم والقصص هي، مجموعات كثير عسيره هضميا يعني، مع انه اللبن خفيف وممكن يكون عندك يا يمسك النشا والقصص هي، واللحم المسلوق اللي بقلبها بيجي طبق الرز معها، يعني بيطلع الواحد فايت بالحيط بعدها هضميا يعني، عرفتي كيف؟ هلا ما بدي افوت دوره الكميه كمان بتلعب دور؟ اكيد اكيد. هلا انت عزيزتي ممكن تنظمي سير 4 سيارات عندك ياها بحارة، مو مثل وقت تنظمي 70 سيارة فاتت على حارة بآن واحد. فالفكرة أكيد الأكل اللي هو على دفعات كمان، بس كمان ما بدك تضلي طول الوقت رافع الأنسولين. إحنا كمان إحنا بنمشي على صيام متقطع، بنقول كل ما نزل الأنسولين كل ما أنا عرفت أفتح خلايا دهنية وأحرقها من الجسم. فالقصص إلها كتير تشعباتها كأكل صحي، بس أنا جاي أحكي عن شيء عملي للإنسان. ما نقعد نحكي من إحنا عايشين ببلد فيها مقالي، فيها تمام. زيوت مو بيور. صحيح. عنا هلأ وضع اقتصادي مو صح كتير عنا، يا نقعد نجيب العسل الصافي والأكل تمام. ما بدنا نحكي بوادي والواقع عمليا وادي. المشكلة قوت الشعب البسيط اللي هو الخبز. أنا بقول الخبز سمه قاتل. تعي لإنسان بيقوت يعني ألا شيء صار سعره هو الخبز عندك ياها، وتجي تقولي له قيم الخبز وسمه قاتل، وهو عم يشبع عيلته برغيفين خبز. طب أعطيني بديل بعدين، شو بدي أعطيك الحبوب المتكاملة الكينوا؟ ونحن هذا الأكل الصحي بعمرنا ما بنعرفها غير بالمحطات الفضائية وعم نسمع عنها. بدي شيء صح ينزل على الجسم بحيث انه يكون عندي خفيف ولطيف، ويعمل مثل ما قلتي نضاره للبشره، تحسين للشعر. جايين نحكي عن وصفات خارجيه سمبل كثير بتقدري انت تحافظي فيها على الرونق، ويكون كمان نفس الوقت عمليه. طب خلينا نبلش يعني بخطوات عمليه، شو طيب. هو الغذاء الصحي اللي فيني فعلا انا اعمله بالبيت يكون طعمه، انا يعني بحس العجوبه هي، يكون طعمه طيب، كلفته قليله واثاره ايجابيه على الجسم، يعني لكل الناس اللي عم تتابعونا، لانه كثير من الناس بتقول لك انا ما بدي يكون
يعني غريبة عن الواقع. أنا عايشة بواقع اقتصادي صعب، وبنفس الوقت بدي طعمي أولادي أكل يكون فيه فوائد صحية سليمة وبنفس الوقت خفيف على الجيبة. والمصيبة نور عن جد هي النقطة، أنه يكون سعره مناسب. أي دكتور تغذية للأسف نسبة كتير كبيرة منهم دكتورة، هي الشغلة يمكن عم نشوفها وفي معاناة حقيقية منها. تكاليف الوجبات هي كتير صعبة غالية. جدا يعني أوكي ممكن يستمر أسبوع بعدين صعب. خلينا نحكي عن هذا. هلا الفكرة الأساسية اليوم خلينا نحكي، ما دام حكيت وبلشتوا بالبشرة، الأكل الصحي المتوازن للبشرة، حتى ما نضيع المقابلة بدرس علوم والعالم بدها فورا الحل. صحيح. البشرة عنا في بشرة دهنية، بشرة جافة، بشرة عادية. في عنا غذاء خارجي، غذاء داخلي. الغذاء الداخلي أهم من الغذاء الخارجي. لإنسانة عندها بشرة دهنية عم يصير عندها بصور، حب شباب، حب مو بوقته، وهالأمور هي لازم يتخفف الخربطة الهرمونية اللي عم يسبب هذا الإفراز الدهني الزايد. هذا بيهمنا أنه تتسكر شوي المسامات، يقل الإفراز الدهني بحيث ما تصير البشرة هي تسحب الدهن من الدم وتحطه على الجلد وتعمل هاي المشاكل هاي. هذا أهم شيء لأي بشرة دهنية تشوف على التوازن الهرموني بجسمها. هي أول رقم واحد. والثاني شيء الزيوت المهدرجة جدا سيئة كأكل للبشرة الدهنية. يعني أول شيء بدنا نعمل وصفة المي والليمون حتى يصير عندي تسكير للمسام من الداخل ومن الخارج بشكل منطقي، قلونة الدم. والنقطة الثانية بالنسبة لنا أهم شيء للبشرة الدهنية كغذاء لإلها هي مية الرز. مية الرز تحتوي على نشا لطيف ما بينشف البشرة مثل النشا العادي، النقطة اللي بيساوي تضيق للمسام بحيث ما بيصير الإفراز الدهني عالي جدا. فأهم شيء لغذاء صحي مي وليمون هي تشربه، أولا بيعمل انتظام هرموني داخلي. النقطة الثانية تحط على وشها مية الرز، أي شيء تغلي رز شوي بدولة وتاخذ قطنة وتضل تشتش وشها بالرز لينشف شوي عندك ياها، تغسل وتحط المرطب تبعها بحيث الهي. وما بدها تحط مرطب بالناقص لأنه كل المرطبات لهم آثار دهنية. مهم بتلاحظ بعد فترة أنه خفت آثار البثور وخف الإفراز الدهني من وشها. نجي على البشرة العادية. البشرة العادية أهم شيء هي سليمة أكثر البشرات، أهم شيء لها تحافظ على رونقها. هي مواد اللي فيها اللي عندك يعني البانتينول من الخارج وفيتامين إي من الداخل بحيث إنها تكون متوازنة. فهي نحن ما بدنا نلعب بتوازنها. فيتامين إي بوجود بالزيتون هذا متوافر، زيت الزيتون العادي المتوفر بين إيديها. والنقطة الثانية الزيتون الإكسار منه. إجمالا هذا البشرة العادية كل أسبوع بتحتاج إلى مسك بسيط يعني يغذيها، مسك عادي مثلا مثل كيف بدي أقول لك يعني شغلة بسيطة تكون عندك إياها، ممزوج فيها بياض بيضة، شغلات عندك إياها فيها شوية، عندك كمان ماء الرز وبياض البيضة، شوية مغذيات بسيطة مثل زيت الأولوفيرا والهالأمور هاي، أي مرطبات بسيطة بتتعاطى معها البشرة العادية. نجي للبشرة الجافة. أول شيء من الجفاف نحن أول شيء بنسقيها مسقيها مي من جوا. هذا اللي أهم شيء من أهم من الماسكات ومن الأمور هي كلياتها. تشربي جسمك مي، هذا أهم شيء بشكل المنطقي، مو بحيث إنه المي تجي على فرد دفعة بحيث يصير احتباس سوائل بجسم وعبء على الكلى. لا، كل شوي شوي قدامك بمكتبك ببيتك شفتين مي من أنينة مي زجاجية رائع جدا. اللي بيهمني أمره للبشرة الجافة من الخارج عندي الألوفيرا، عندي هذا جيل الصبار أكبر مرطب بيخلي البشرة هي تسحب مي من الدم. الألوفيرا مرطب رائع. الألوفيرا بتعمل طبقة عدم تبخر الماء من البشرة. شيء ثاني غنية بمادة فيتامين إي بتمنع تشققها وتجاعيد البشرة، رائع جدا حتى للأنثى اللي بلشت بين الثلاثينات والأربعينات تبلش عندها يا عادة يوميا مثل فرشاة أسنان. كلياتنا عنا صباريات فينا نفلعها ونحطها بمطربان كريم بسيط. هذا المطربان كل 3 ايام بده يتغير كون ما حنحط ماده حافظه نحن. صحيح. بهذا الحكي ونعمل عنا شيء اسمه التدليك الألوفيرا. الألوفيرا اول ما بتحطيها بتحسي بشرتك مخطت او حسيتي كثير ماده لزجه صارت عليها، بتتفاجئي بعد 3 دقائق شربتها البشره شرب مثل الارض الجافه العطشانه اللي سحبتها سحب، بتدوري عليها ما بتعود تلاقيها. يعني ما بتترك اثار مثل مثلا ميه النشا في شيء شاد بتحسي على وشك شيء كان، تبدأ آية عتبريه غبت لأعمق طبقة بالبشرة. حلو. فأنا شيء بيهمني المي الغذاء الأهم شيء وكله هذا السمبل بسيط هالقصص هاي. نفس الشيء إذا كان عندنا شعر، في شعر دهني في شعر جاف في هيك، من قابل هذا الحكي نحن عندنا يا بس بالعلاجات الخارجية. نجي لشيء اسمه الكلف والنمش والأمور هاي بتجمع التصبغات
نعرف نحن أشعة الشمس هي كتير بتضايقها بتغمقها، نعرف إنه نحط نقي طريقة الواقي صح وقتنا نطلع على الشمس. نقطة تانية لتخفيفها حنعطي مثال بسيط على ماسك بسيط، مادة الحلبة ومادة الكركم رائعين لتبعثر التصبغ بالنمش والكلف. فإذا جبنا معلقة كركم وهي معلقة حلبة طحناهم حطينا عليهم، عندي جيل الصبار عندي إياها وشوية عندي بياض بيضة وخفقناهم مع بعضهم، ماسك لو بالأسبوع مرة. هلا انا اهتم ببشرتي، مو ضروري اني انا يوم كل يوم حاطه ماسك وقايمه ماسك وحاطه كسر صفر على وشي، لا، بس انا الفكره انه انت معلش يعني شيء طبيعي. انت طب انت عم توثق بهالكريمات اللي اسعارها باهظه، شو موجود بقلبها؟ يستحيل مهما قالوا لك كلها مواد كيميكال، يعني حتى ما افخر انواع الهي يستحيل ينجح ويربح اذا ما كان فيها تقريبا 60% من نسبتها كيميكال، حتى لو كانت مواد ذات جوده عاليه. صناعه البني ادمين تختلف عن صناعه رب العالمين، فهذا انا بقول لا، حط مسكك بايدك وهيك ما لك مضطر انك انت تفوت على هالماركات الفخمه هي. المهم هذا الماسك عندي اياه بنحط على منطقه الكلف النمش او المنطقه اللي المسمره اللي بتحب الانثى تبيض حالها فيها شوي، رائع جدا هذا القصه هي لهالامور هي. نيجي للمناطق الحساسه والاسوداد وهالامور هي كلياتها، باي منطقه داكنه بالجسم اهم شيء بتشيلي الدكانه فيها الناتجه عن عمليه التحرك بهالاماكن هي انك تقتل البكتيريا المسببه للسواد، وهذا بيتنقتل ببرش الليمون مع عصرة ليمون، بنحطها مثل كيس حمام بسيط، نعمل سكراب اولا للطبقه السوداء. ما بنعمل هذا الشيء بوشنا اصح، يعني هي ننتبه بالمناطق الداكنه السوداء اللي فيها مناطق تعرق، هي نقدر نعمل شويه سكراب فيها بدل ما نشانت عند الركب عند الكوع عند تحت القبطين اللي هو بدل ما نشالت هالطبقه السوداء بالنسبه لي قتلت البكتيريا المسببه للاسوداد. نحن صار فينا نحط يا ميه الرز يا نشا، النشا رائع جدا لمناطق تبييض المناطق الحساسه وسهل جدا، يعني كيف كان حتى بيروح التسلخات كان الطفل وقت اهل اول اي شيء فيه تصميط او تسلخ يحط يعالجوا البشره بالنشا. النشا ماده مضاد التهاب فطري وطبيعي اروع من الروعه، حتى بالالتهابات الداخليه الهضميه نحن بنستخدم ميه الرز. كيف تماما الطفل بيعاملوه وقت بيشربوه ميه رز وقت بيكون عنده التهابات هضميه، نحن كمان بنقول المواد المخاطيه داخل الجهاز الهضمي هي مثل الجلد مباشر مثلها تماما، يعني عندنا جلد داخلي. فانا بقول ميه الرز رائعه وكمان النشا والمي هي رائعه جدا لازاله الاسوداد بهالمناطق هي. أنت سنقع دكتورة أو مجرد هلا شوفي أنا بقول في شغلتين بالمناطق الجسم يستخدموا النشا لأنه بيعمل تبييض أكثر، وحتى هي لو نشفت فينا منطقة التعرق على طول عم ترطبة، يعني منطقة الغدد العرقية الله خالقها للترطيب، مو مثل الوش، الوش ألا شي نشفتيه بيتشقش فورا. فأنا بقول مية الرز للوش والنشا للجسم، بعدين النشا عنده قابلية لترويح الالتهابات بشكل جدا عالي. هذا الأمور هي. إذا جينا انتقلنا للهالات السوداء، الهالات السوداء مشكلة هي بتلاقيها فظيعة وهي وإرهاق وتعب هي. أي إنسان عنده هالة سوداء غير طبيعية مع انتفاخ ينتبه على عضوين بجسمه، إذا بدنا نحكي عن الغذاء الصحي لهالقصة هي. هي عندك يا يعني بغض النظر عن الأرق والسهر والتوتر النفسي والتوتر هذا كثير لها عوامل، لكن اللي ما بننتبه انه هاي قرنة بتكون دليلة على تعب عضوين يا اما الكلى يا اما الكبد. اذا رافق الموضوع عندي تنفخ مع دكانة وازرقاق شوي، يعني في شوية زرق، هذا مشاكل كبدية بحتة، يروح يدير باله على كبده يشوف وظائف الكبد شو صاير معها. اذا رافق عندي بدكانة سوداء تميل للاسوداد هاي في مشاكل شوية كلى تماما، كلا ما عم تصرف، هي مناطق بتروح السموم لمناطق المجاري الدمعيه. اللي ما بيعرفوا اخواننا المشاهدين انه القناه الدمعيه من مراكز الاطراح بجسم الانسان، القدم من مراكز الاطراح بجسم الانسان. تلاقي لبسنا جراب ابيض بعد فتره صار اسود، من وين؟ المعادن الثقيله بتتجه حسب الجاذبيه الارضيه لقدمه. حتى نوعيه التعرق احيانا بفتره من فترات بيحس الانسان انه في عنده فتره بيصير رائحه جسمه غير رائحه الربيع، رائحه الهي، هي حسب السموم اللي صايره بالهي. نرجع للعين والهالات السوداء، اهم شيء بالهالات كمادات الثلج ليروح الانتفاخ. طيب شو بنعمل كمادات الثلج؟ هذا اذا صار عندنا ثلج او بوز، فشو بنجيب بابونج عادي بنحطه بمكعب البوز، بنساويه كمكعب بسيط وبنعمل مساج بمكعب البوز دقيقه دقيقتين تحت
تحت جوف العين عندي اياها بهالمنطقه هاي. هاي القصه بتعمل اول شيء شد لها الجلدة هاي الرقيقه اللي هي فيها اول خطوط تظهر، والنقطه الثانيه بتروح الانتفاخ، ما بتروح السواد ننتبه. فهي اول شيء بتغب الانتفاخ وبتشد اي شغله شديتيها فهيت اي شغله. هي قاعده عامه بعلم الفيزياء، اي شيء تشدي بخف لونه تماما. هلا الشغله الثانيه اللي بيهمني امرها بعدها هي كمان بنحط عندي اياها عصير الخيار بينضرب بالخلاط مع كمان شويه ميه رز، فبتلاقي صار بيضاد شوي لهالمنطقه، والجسم كل ما عملت له كمادات ومساجات هون تصرف السموم، راحت على المشاري اللمفيه اخذت الكلى او سحب السموم، لانه كمان مركز الكبد هو مركز اطراح. الفكره الاساسيه مشان ما نفوت كثير بالتفاصيل، ناخذ اكثر قدر من الفائده ننزل على تشققات البطن. تشققات البطن وهي القصص تطول، هي يمكن انا ما عندي وقت، وقتنا خلص الساعه 10 خلص، ودائما الحديث معك يطول ودائما الوقت بيخلص بسرعه لانه دائما معك معلومات جديده ومفيده. الله يحميك يا رب. كل الشكر لك دكتوره، اكيد مكملين بحلقات جايه عن كل هاي التفاصيل، وبالفعل هي اسئله كثير موجوده عندنا ووصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لك. شكرا لك دكتوره سواب الغبره، واكيد الحديث تتم بحلقاتنا القادمه.